تداول عدد من المبحرين بالفضاء الأزرق على نطاق واسع فيديو يضع اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش في قلب الفضيحة. لقطة واحدة من الفيديو المتداول انتشرت بشكل ملفت ووضعت زياش تحت الأعين بسبب دسه بسرعة لمادة في فمه، جزمت الأقاويل أنها مادة مخدرة تسمى في المغرب بالكالة قبل أن تطفو عبارة رك غادي في الخسران زياش. زياش كان يجلس بالمدرجات أثناء متابعته لمباراة فريقه الهولندي أجاكس أمستردام ضد فريق آخر ضمن منافسات الكأس الهولندي قبل أن يهم وبسرعة خاطفة بإخراج مادة مخدرة من جيبه ووضعها تحت شفته العليا. الأمر لم يمر دون أن ترصده عدسات الكاميرا قبل أن تتناقله الألسن وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يقر أن زياش في ورطة وقد يفقد شعبيته.